بدأنا ولله الحمد في هذا اليوم بدراسة كتاب التوحيد. ذكرنا ما يتعلق بسبب الدراسة نصيحة العلماء، وأن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جاء له طالب وسأل، قال: أريد أن تختصر لي وأريد أن أدرس أقل ما يكون في الدراسة. قال: تدرس كتاب التوحيد وبلوغ المرام. ذكرنا لكم أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في اليوم الذي ختم في كتاب التوحيد بدأ في كتاب التوحيد، وعلى هذا سوى العلماء. ذكرنا مميزات في هذا الكتاب، اشتمل أدلة من كتاب السنة، إمام معاصر مشهود له، كثرة الشروحات والتعليقات عليه، نصيحة العلماء لم يذكر فيه شيء من كلامه، ركز على توحيد الألوهية وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، ولما تجاهل توحيد الربوبية والأسماء والصفات رد على الشبهة التي يأتي بها للشرك في الزمان وغيرها. أو لا بد من معرفة، وهو ما هو سبب العداوة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء الذين يتكلمون على الشيخ أو على من يسموهم بالوهاب. أولا، هذا الذي يدعي بعض الناس، ليس هناك أحد يعني يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني هذا فيه بالحق والصدق. الشيخ بن محمد بن عبد الوهاب لو تنظر في كل مؤلفاته لا يمكن تجد أن الشيخ يدعو إلى حزب أو يدعو إلى طائفة أو يدعو إلى شيء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسألة يذكرها يذكر عليها الدليل. فما هو سبب العداوة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء؟ سبب العداوة التوحيد. نعم، هذه خلاصة الكلام. أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يعلق الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا تعليق الخلق بالخلق. الوهابية، ليس هناك أحد يعني يقول أنه وهابي أو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الوهابية وأنه حزب أو مذهب خامس أو كذا، لكن أرادوا أن يقدحوا في الشيخ وإذا هم يمدحوا. الوهابية نسبة إلى الوهاب، وهذه الطريقة يعني طريقة رمي أهل السنة بالألقاب هذه من القديم. رموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وساحر وكاهن وكذا، ثم بعد هذا بدأوا يتكلموا على أئمة أهل السنة، رموا أهل السنة بألقاب حتى ينفروا الناس عنه، مثل أنهم قالوا أنه مجسمة ومشككة وناصبة ونواصب ونوابت وغثاء وهابية. في العصر الحاضر يرمون أهل السنة بالجميع، لأنهم عرفوا أن الناس عرفت أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليق الناس بالكتاب والسنة، فرموهم الآن بالجميع نسبة إلى الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. على اعتبار نحن ننظر في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم نرد على هؤلاء، لأننا نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنه محمد بن عبد الوهاب، لا والله، لأنه رجل ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تعليق الخلق بالخالق. قلنا أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أمر بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا لأن هذا الرجل أراد يعلق الخلق بالخالق ونشر التوحيد، بعد هذا يأتي من يتبرك ببيت الشيخ، لا والله. أمور أرموا بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منها أنهم قالوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن يسمونه بالوهابية، ذكرنا لهم أنهم قالوا أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، لو ترك الصلاة الإبراهيمية جهل أو عمد أو نسيان فصلاته باطلة. وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يحب أهل البيت
سمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت. قال وكفر مجتمعات. انظر إلى كتب مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويقول أنا لا أكفر وأنا كذا وأنا كذا. أتونا بكلمة واحدة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كفر المجتمعات. قالوا لا يترحم على الأئمة وكذا، ويثني على الأئمة الأربعة بخاصة ويثني على أئمة الإسلام. قالوا أن كتاب التوحيد لا يصلح للدراسة. لماذا؟ لأن فيها أحاديث ضعيفة. يا إخواننا هذه المسألة لا يخلو منها كتاب. ذكر الأحاديث الضعيفة لو وجدت في كتاب التوحيد تتبع العلماء رحمهم الله أحاديث كتاب التوحيد، وجدوا أنه لا يوجد في كتاب التوحيد حديث واحد يأتي بما خالف الشريعة أو يأتي بمنكر أو بشيء باطل. وإن حكم بعض العلماء على هذه الأحاديث أنها ضعيفة، هناك من حكم بأنها صحيحة، لكن ما يبطل الشريعة لا يمكن، لم يوجد. هذا قول العلماء. ثم هذا الأمر يعني لا يخلو منه كتاب. فإن وجد حديث ضعيف نحكم ونقول هذا الحديث يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره صحة حديث، ورى مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه هذا حديث ضعيف، لكن لا يوجد في هذا الحديث ما يبطل الشريعة. ثم نحن الآن طريقتنا في الدراسة نشرح الكتاب بما فيه من أحاديث، وتحفظ الكتاب بما فيه من أحاديث، ثم بعد هذا تبدأ تحقق وتنظر في التصحيح والتضعيف ولا إشكال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا عندما يأتي ويشرح كتاب يشرح الكتاب بما فيه مع بيان درجة الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. قالوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينهى عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في كتاب التوحيد في المسائل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. ذكر هذا في المسائل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال بشرط ألا يشد إليها الرحم ويأتي بالزيارة الشرعية للبدعية ولا الشركية. قالوا وقالوا وقالوا ولا بد أن تعرف أن سبب العداوة هي التوحيد والله. لكن في القديم كان الأعداء يرفعون الرأي أنهم أعداء، اليوم لا، اليوم يدخلون ضمن أهل السنة والجماعة وأرادوا إفساد معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. بعد هذا المسائل الموجودة في كتاب التوحيد هذه ليست من كتاب التوحيد. ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد ثم أراد أن يضع شرح لهذا الكتاب فوضع هذه المسائل. تحفظ؟ نعم تحفظ كما يقول، لأن الآن أحسن من يشرح أي كتاب المؤلف الذي ألف الكتاب أحسن من يشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي الغالب أن كل من يشرح كتاب التوحيد يضع هذه المسائل لأنها من شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الأدرى بمقصودي في هذا الكتاب. طيب بعد هذا يعني أخذنا في هذا اليوم القسم الأول المقدمة، وقلنا تحتوي على خمسة أبواب: وجوب التوحيد، أوجب الواجبات، ثم بعد هذا فضل التوحيد حتى تشتاق، ثم التحقيق حتى تحقق، ثم الخوف. لابد أن تخاف لأن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يخاف، ولابد أن تخاف على نفسك، ثم لابد أن تدعو لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تؤخر الدعوة إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بشروط الدعوة: العلم، الإخلاص، العلم الشرعي، و معرفة حال المدعو، والحكمة والصبر، شروط الدعوة إلى الله. وأن الشيطان يريد منك أن لا تدعو إلى التوحيد ويخوف ويأتي بأشياء سوف تأتي معنا بإذن الله تعالى عبارة. ثم بعد هذا عقد القسم الثاني على ما قسمنا تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده، بين الشرك في الدعاء في المحبة وفي الطاعة نية قادة قصد أنواع الشرك الأكبر.
ثم الشرك في لبس الحلقة والخيط ونحوهما للإطراف عن البلاء والدفع، ثم الشرك التمام الشركية إذا كانت من غير القرآن، وكذلك ما يتعلق بالرقية الشركية وفرقنا بين الشركية والشرعية، وكذلك ما كان من التبرك الممنوع وهو شرك أصغر قد يصل الأكبر، وكذلك ما يتعلق بالذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، جمعنا الجميع. ثم بعد هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد القسم الثالث على ما قسمنا، وهو الأدلة والبراهين على بطلان عباد ما سوى الله، بين عباد بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام غير من باب الأرض، وبطلان عبادة الملائكة، وبطلان الشفاعة أنها حق لله لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، وبطلان الهداية هي هداية التوفيق. ثم عقد الفصل القسم الرابع، كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ ذكر أسباب الشرك، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذه الأبواب ولم يدع مجال لأحد، لكن على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أبى بعض الناس إلا أن يرتكب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عيان جهاد، ويقول أن هذا هو التوحيد. السبب الأول أخطر الأسباب أعظم الأسباب، أول شرك حدث في الأرض الغلو في الصالحين مدحا أو قدحا، والتغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر، وما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثالا تعبد من دون الله، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الذي أخذنا في هذا اليوم، تراجع ما أخذنا وتحاول قدر المستطاع كتابة وحل التمارين الموجودة في المذكرة عندكم، تكتبوها وغدا إن شاء الله تعالى نكتب. هل هناك إشكال فيما أخذنا في هذا اليوم في كتاب التوحيد خاص فقط؟ كيف ترد على من قال أن الأمة أجمعت على جواز دفن الصالحين في المساجد؟ أجمعت الأمة، لو قال قائل أجمعت الأمة على جواز دفن الصالحين في المساجد، والدليل ما ترى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن مات عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا هو في المسجد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرحنا ولله الحمد، أي شبهة تأتي جواز دفن الصالحين في المساجد، جواز التوسل بغير الله، جواز الحلف بغير الله، كذا أي شبهة تأتيك ترد هذه الشبهة على ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. تسمع أي شبهة من هذه الشبهة ترد برد مجمل، رد مجمل بين واضح جدا، تقول هذا الإجماع أنا لا أعرف ولا أعرف الرد عليه، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، ونحن والله ما نسمع لك، وعندنا نصوص محكمة بينة. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بيا مساجد، وأنا ما يمكن أن أترك هذا الكلام ولن أسمع لك وانتهى. لو قال لك قال يصح الحلف بغير الله، والدليل ما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه تترك المحكم، وعندنا نصوص بينة واضحة محكمة، من حلف بغير الله فقد كفر أشرك، وأنا لا أعرف هذا الكلام وإن كان في صحيح مسلم. لو قال لك ثبت كذا وكذا 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 ترد بها وترتاح،
ولأن يا أخواني هناك بعض الناس اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. لماذا ما تحذر منه؟ هذا ما تسمع له. بعض السلف كان يمر في الطريق وإذا رأى رجل من أهل البدع وضع إصبعين في أذنين، قال له هذا الرجل، قال اسمع مني ولو كلمة، قال والله ولا نصف كلمة. فهؤلاء الذين يأتون بالشبه، نعم ما تسمع إليهم إطلاقا، وتقول أنت الذين أنت من الذين سمى الله لك، تتبع المتشابه وتترك المحكم، عند النصوص بين واضح ولا يمكن أن أستمع لكلامك، وترتاح الحمد لله. هذا رد مجمل يعرف كل أحد يقول الشيخ محمد بن عبد الله، بشرط رحمه الله، بشرط أن تصغي لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أرد المفصل أن تقول من الذي بنى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حي أو ميت؟ حي. بنى المسجد، كان في قبر؟ لا. هذا واحد. الثاني عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها، المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقطعا الحجرة كانت خارج المسجد. الثالث إدخال الحجرة إلى المسجد لم يكن بإقرار من الصحابة، بل أنكر من بقي من الصحابة وأنكر من كان من التابعين مثل سعيد بن سعيد رحمه الله. الخامس والرابع حتى بعد إدخال الحجرة المسجد، أنت إذا دخلت الآن المسجد ما ترى القبر. نعم ما ترى القبر، بينك وبين القبر أكثر من ثلاث جدران لا ترى أصلا، خلافا لما ترى مثلا في ما تسمع الآن بالحسين وكذا، تدخل وإذا كأنه كعب وسط المسجد. نعم صحيح، يطاف حول البحرين. ثم أن هذا المسجد الآن له فضل ويشد إليه الرحل. نعم فلا نستطيع ترك الصلاة فيه، خلافا لمسجد ما يسميه الآن مسجد الحسين ومسجد كذا ومسجد كذا. أيضا أن أصل هذا المسجد كان قبور المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبش، وبهذا يزول الإشكال ولا إشكال. هذا الذي يقول يصح الحلف بغير الله ما ورد في مسلم، العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذا الحديث لا يصح، الحمد لله هذا ورد مفصل. هذا في التوسل حديث لا يصح ورد مفصل. وعلى هذا تسير، لا تسمع إلا لأئمة أهل السنة والجماعة، لا تقرأ ولا تنظر ولا تسمع، وهؤلاء يتبعون المتشابه يتركون المحكم، وبهذا ترتاح يا أخي. لماذا تنصت لهؤلاء وتترك ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. وأنت تسمع بعض الشباب، يعني بعض الطلاب هدانا الله إياه، يقول فلان ماذا به؟ قال يحيي السنة المهجورة. والله هو يحيي البدعة المهجورة. صحيح؟ واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء رأس لفرقة ضالة نسأل الله السلامة، رأس لمن؟ للمعتزلة. لماذا سمي المعتزلة بهذا الاسم؟ لأن واصل ابن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري. هل لأنه اعتزل مجلس الحسن أي الحسن؟ لا، لأنه اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. فكل من يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة فتأهل السنة والجماعة وكذا وافق واصل ابن عطاء. لماذا نعتزل مجالس أهل السنة والجماعة ونستمع لهؤلاء؟ لماذا نجالس هؤلاء نكثر سواد أهل الباطل؟ ما يمكن. مفهوم؟ قلنا لكم فيما تقدم أن هناك أناس مجالستهم سم قاتل، لأن البدع خطابة، شبه خطابة تختبع، وقد تبقى لديك الشبهة ولا تخرج. نعم مصاحبة هؤلاء سم قاتل أشد من لدغة الحية. وبعض الناس قلنا مصاحبتهم دواء، وبعض الناس داء أهل المعاصي، وبعضهم لا داء ولا دواء. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القلة
ولا تطرد إيران، يا أخي اتركه ولا تجالس ولا تسمع له. نعم، عبد الله بن الصبيح كان يتبع المتشابه يترك المحكم في العراق، فاستدعى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأتى به إلى المدينة، في كل يوم يضرب عبد الله بن الصبيح، ضرب والسجن، ضرب والسجن، ضرب والسجن. فجاء عبد الله بن الصبيح لأمير المؤمنين عمر، قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، اقتلني الآن، كل يوم أضرب وأسجن، أضرب وأسجن، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسن قتلتي، وإن أردت تأديبي فقد تأدبت، والله أي يعني معك أني ما أعود لاتباع متشابه وأترك المحكم، تأدبت. فترك عمر وأرسل أبو موسى رضي الله عنه وراء عبد الله بن الصبيح يتأكد هل يرجع المتشابه أم لا، حتى مات عمر. فجاء الناس إلى عبد الله بن الصبيح قال مات صاحب الدرة، مات عمر رضي الله عنه، ارجع وأخرج لنا المتشابه. قال لا، والله أدبتني درة عمر، اليوم لو كان في عصي كان تأدب بعض الناس واستقام هكذا. دين الله إخوانا، يعني قلنا لكم في القريب الآن ما بقي في العلم عند بعض الطلاب إلا أن يبحث في قصة حاضر رضي الله عنه، ما بقي شيء في العلم وكتب هذا، هذا النفاق الأكبر. نعم، هذا النفاق الأكبر بالنسبة لهذا القائد، ولا شك في هذا. تتكلم في حاضر رضي الله عنه، ما بقي في العلم إلا أن يبحث في قصة حديث أبي واقد رضي الله عنه، ويقول ما هذا حدث من الصحابة، لم يحدث من الصحابة شيء، ولا يمكن أتكلم حق الصحابة بكلمة واحدة. صحيح. فأخواننا هذه الأمور أمور يعني عظام، وأنت تسمع اليوم في الإعلام في كذا أي واحد يخرج شبهة ما شاء الله في كل القنوات يخرج، صحيح، وتجد كذا وكذا. لماذا؟ نتبع المتشابه يترك المحكم، وياتي بعض الطلاب ويقول كذا فلان واتى بالادله. طيب اينكم عن شيخ الاسلام، عن الائمه الاربعه، عن كذا عن كذا عن كذا؟ مفهوم؟ لا تسمع لهؤلاء اطلاقا، وتقول انا ما اسمع لكم، مطيع للنبي عليه الصلاه والسلام، وانا اتبع محكم ولا انظر الى المتشابه اطلاقا، وترتاح بها. مفهوم؟ غير ما بقى شيء. نعم يا أخي. كنا في الغلو مدحاً أو فتحاً. نعم. مرت جنازة. مرت جنازة. فأثنوا عليها خيراً. مرت جنازة قال فأثنوا عليها غير ذلك. المجاوزة في الحج مدحاً كان أو قدحاً. قلنا قدحاً غلا في عيسى عليه الصلاة والسلام اللي هو قدحاً. وقال النصارى مدحاً، هذا هو. فهمت الآن؟ حد القدح قلنا أن نكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فيمكن أن نزيد. قلنا مثال ما يتكلم بعض الناس في الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، صحيح، يعني تكلم العلماء بحد، هذا الحد ليس فيه أي إشكال، شيخ الإسلام وغيره، لكن جاءوا ناس وتكلموا قدحا في الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه إمام معصوم ليس بمعصوم، لا إفراط ولا تفريط، وجاء قوم وغلوا فيه. نعم، معروف هذا، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، توسط أهل السنة والجماعة، وقال هذا إمام معتبر أئمة أهل السنة والجماعة، وأن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الإمام، وحب أبو حنيفة من الإمام، والله نتقرب إلى الله بمحبة الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أي نعم، مفهوم؟ أي نعم، لا مدح، لا قدح. نعم شيخنا، هل من الغلو أن
بس عندما يذكر الأسماء الصحابة أو أسماء الأنبياء مثلا يقال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيد خديجة أو سيدنا يوسف لا هو الآن هل هو من الغلو أنا لا أدري الله أعلم سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن لفظ سيد عند المتأخرين هي بالضبط لفظة إله عند الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن يقول السيد البدوي، السيد الحسين، السيد زينب. ما لا يقصد هؤلاء بالسيد هؤلاء؟ يقصد بالسيد أي الإله الذي يقصد عند الحواج. وهذا الواقع. نعم. أجعل الآلهة إلها واحدا هل الإله هنا يعني في الآية الذي يخلق ويرزق لا الإله هنا أجعل الآلهة إلها واحدا أي الإله الذي يقصد عند الحواج غيروا لفظة إله وضعوا مكانا في هذه الأيام لفظة سيد أي الذي يقصد عند الحواج نبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أنت سيد القائل السيد الله تبارك وتعالى ينبغي على كل من قيل له أنت سيد أن يقول السيد الله مفهوم؟ أي نعم نعم الشيخ عفوًا أفضل طريقة يستعين الطالب على حفظ هذه الأبواب والتقسيمات أفضل طريقة أن تعينه على الحفظ أفضل طريقة التوحيد شكوت الأوكيع سوحي راشدين ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا أهدى لعاصي ابن الجوزي عفو الله عنه وعنه كتب رسالة لابنه يوصي فيها بطلب العلم كتب رسالة في نهاية الرسالة قال وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين هذا الخلاصة في كلمتين واتقوا الله ويعلمكم الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا هذا أول وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمام الدين قول شيخ الإسلام احتج بالآية مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا بذلوا غاية الجهد فينا إخلاص ما النتيجة؟ وعد من الله لنهدينهم أي والله لنهدينهم سبلا مفهوم نعم فالطريقة سواء إنسان يحفظ أو كذا أو يدرس أو هذه المسائل إخواننا طريقة السلف تنظر إلى طريقة السلف ماذا كان عليه السلف سلف رضي الله عليهم ما عرفوا العلم مذاكرة الحفظ يصعد 70 درجة 70 درجة درجة كل درجة يكرر فيها 7 مرات يعني معناه هذا يكرر كم يعني حساب الله يفتح عليك هذا نعم هذا اللي ينفع في درس الفوائد يكرر لماذا يصعد في الدرج حتى ينشط يكرر يحفظ قلنا لكم شناقض الأم من الصغر تربيع الحفظ ويحفظ دائما وسائل يضع دائما السماع يسمع كذا ما يعرف الشيخ بن عثيمين قلنا لكم رحمه الله ما يعرف اللعب بطل ما يعرف الكرة أبد ولا يعرف هذه الأمور يعرف المسجد المزرعة مثلا يعمل مع والد والمسجد مع ابن سعد رحمه الله ابن سعد كان على هذا لا يعرف الا المزرعه والمسجد ما يعرف الا غير هذا هؤلاء عرفوا سبب وجودهم في هذه الدنيا ثم حفظ تكرار يكرر دائما يراجع لو تجد الان مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني بعض الطلاب يظن أن وقت الشيخ بن عثيمين ما شاء الله كبير لا تجد بعض هؤلاء بعض
العلماء تجدهم مكتبة صغيرة، يعني يمكن هي دولار أو دولارين، لكن كل ما في هذا كله. إيه نعم، فقط ركز على كتب مثل ما قلنا نصيحة الشيخ ابن باز، كتاب التوحيد ولغة المغرب، ركزوا على هذا، ضبطهم. فطلب العلم أولا يحتاج إخلاص قبل كل شيء، لأن العلم عبادة، والعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تسير على طريقة واحدة ما يصلح أنك تسير هنا على طريقة أو على طريقة وتحفظ من هنا وتحفظ من هنا. نعم، الآن لو هذا الآن قال أريد الدراسة على شيخ الإسلام، أحفظ كتب شيخ الإسلام كلها وأدرسها، إيش يخرج هذا؟ شيخ الإسلام ثاني. أشكل عليك كلام شيخ الإسلام ولم تستطع الدراسة من كتب شيخ الإسلام، ترجع العلماء. رجعنا العلماء قال الذي لا يستطيع الدراسة من كتب شيخ الإسلام تشكل عليه، يأتي بترجمة، كأن شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية، كأنه يتكلم بالتركية، تأتي بمترجم يترجم لك كلام شيخ الإسلام. من؟ ابن القيم، تقرأ كتب ابن القيم. ما استطعت انزل قليل إلى الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تتلمذ عليه، وصلك ابن القيم، ابن القيم وصلك شيخ الإسلام، وصلت شيخ الإسلام الحمد لله، مفهوم؟ لكن تمشي على طريقة واحدة، تمشي على طريقة واحدة. ما يصح قلنا تقرأ القول المفيد في كتاب التوحيد، وفي الواسطية تقرأ شرح فلان ابن فلان، لا ما يصح، تمشي على طريقة واحدة في كل الشروحات على الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تضبط. ثم تنتقل إذا ختمت كتب الشيخ بن عثيمين في كل الفنون، وهو ما شاء الله شرح غالب الفنون، صحيح؟ بعد ما تنتهي تنتقل إن شاء الله تعالى، لأن التقسيم الذي يقسم لك في كتاب التوحيد، يقسم لك في الواسطية، يقسم لك في بلوغ المرام، يقسم لك في زاد المستقبل، يقسم لك في الأصول من علم الأصول، وهكذا ترتاح أنت، سهل يسهل عليك، صح؟ الآن مثلا درسنا أصول الثلاثة، جينا في القواعد بعض المسائل أرجعنا للأصول الثلاثة، جينا في كتاب التوحيد أرجعنا لماذا؟ للأصول، نمشي بهذا الطريق. لو نأتي بالواسطية الآن كلها بقى. ثم لو تنظر في كلام محمد عبد الوهاب وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية تجده قريب، لأن هذا أخذ منها، فبهذه الطريقة تستطيع أن تمشي. أما تأخذ من هذا ثم تأخذ من هذا ثم تأخذ من هذا وتلفق مثل توقف مقاوم، لا يخرج لك شيء. الحذر من أهل البدع، ولا تنظر إليه. بعض الطلاب يزكي لك بعض الكتب بعض الأشرطة، لا تسمع. اي نعم، لا تسمع لهذا، لأنه قد أنا الآن أقول كتاب كذا كتاب مهم وفيه، مهم لي ولقد لا يصلح لهذا، صحيح؟ فأنت رتب العلوم، أول ما يبدأ به التوحيد، أتم دروس التوحيد تنتقل إلى الحديث بلغة المرام مثلا، لكن لا تنتقل من كتاب إلا وأنت ضابط ما في هذا الكتاب، تعرف المداخل والمخارج وكل ما فيه. إيه نعم، أما إذا قلنا الآن يأتي بعض الطلاب وقال والله حضرنا الدورة وما شاء الله وكان كذا، طيب ماذا درست؟ قال والله ما أدري نسيت. هذا درس الجدار لعله أحسن منه. إيه نعم، فأخواننا مذاكرة مراجعة بث العلم نشر العلم. تظن أنت الآن بعض الشناقضة يعني يحفظ هكذا حفظ من 10 سنين ولم يراجع؟ لا، يراجع بعض العلماء في كل شهر ما حفظ، كل ما حفظ راجع. هنا زكاة العلم، تعريف مفهوم؟ بينا. فبهذه الطريقة إن شاء الله تعالى يعني يضبط العلم. السلف الصالح كان عندهم مجالس، لماذا؟ للمذاكرة. اليوم ما عندنا مجالس، عندنا مجالس للغيل والقال والغيبة والنميمة و... صحيح؟ تزوج وكذا، أعوذ بالله، أكبر مشاكل العصر الحاضر.
نعم. أخذنا أن ما يعلق على السيارة. نعم. بعض من المطافلات الشرطية. نعم. من الناس من يجعل السيارة متسخة، يتركها متسخة لكي يدفع العين. هل جعل الله سبحانه وتعالى هذا السبب؟ لا. لكن أجلس. هذا لا ما يصح. يصب عليها شيء أو يصب عليها موية نار حتى تخرب من الأمام وكذا حتى يقول تذهب على الموت، هذا غير صحيح. هذا جعل ما لم يجعل الله سبب السبب. لكن هذا الأخ جاء إليه ضيف، وهو يعني هذا الضيف معروف بماذا؟ بالعين مثلا، فهو لا يدخل الأولاد عند هذا، يصح؟ صح، ما في إشكال. هذا أخذ بالأسباب، لكن ما صنع الشيء مثلا كسر يد الولد أو فقع عين الولد وقال ادخل عليه حتى لا أصنع شيء. مفهوم؟ إذا قال موازتين شيء. إيش؟ موازتين، قال الناس. إذا دخل أقرأ الآن، يقرأ على الولد ويقرأ على هذا، هذا شرعي أم لا؟ شرعي شرعي، الحمد لله. نعم. عفو شيخ، في طريقة طلب. تفضل. ذكرتم في مسألة الشروح، يعني لو قرأنا مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين على أصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة ما ننتقل إلى شرح الشيخ صالح هذا الشيخ. السؤال لا تحدد أسماء حتى لا ينسب إلي أن أقول لا كذا. لا لا لا، عفوا، السؤال كالتالي. أيوه. أنه أحد الأخوة مثلا ضد الأصول الثلاثة يقول أنا أقرأ إلى خمس شروح له، يعني أنت انهيت شرح الشيخ صالح. اصنع ما شئت، قل لهذا اصنع ما شئت. في النهاية لو نسألك أنت هذا الرجل قل أقرأ خمس شروحات بعدين اجمع له الشروحات قل تعال. ماذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تعريف التوحيد؟ يختلط عليه. انظر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أول ما درس في الفقه، فقه من؟ حنابلة، ضبط المذهب ثم بعد هذا تحرر عنه. صحيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله اول ما درس فقه حنابل ضبط المذهب ثم تحرر عنه، هذا العلم. اما اتي وانظر اخذ في هذه المساله بقول فلان، هذه المساله بقول فلان، صار ملفق الان عندي. لماذا ندرس مذهب الان؟ انا اقول لك لماذا. لماذا يعني الشيخ بن عثيمين وشيخ الاسلام يقول اول ما تدرس؟ لأن المذهب الآن يقرر لك مسائل، يعني مثال شروط استيفاء القصاص، تقول شروط استيفاء القصاص كذا وكذا وكذا، كم مثل ما الآن ذكرنا مثلا في نواقض الوضوء، قلنا نواقض الوضوء ستة، بهذا يضبط العلم. بعدين ترجع وتقول ها مثال، قلنا الخارج الفاحش النجس من غير السبيل، قلنا يرجع الشك، ذكرناه ورجحنا عكسه، ما يضر. بهذا تضبط المسائل الآن عندنا. كيف تضبط المسائل؟ تضبط بهذا. إخوانا هؤلاء الأئمة من أين أخذوا؟ من كتاب السنة. فأنت تدرس يعني الآن هؤلاء الإخوة مقرر عند مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أنا الآن لو ذهبت إليهم ما أدرس لا العقيدة الوسطية ولا كتاب الكافية ولا أصول الثلاثة. أنا أقول أريد أدرس كتاب عند الأحناف، عقيدة أحناف، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. بعض المسائل لا أشكال فيه، مفهوم يا أخي؟ هذا الفقه. هذا أذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بل يقول أول درس تدرسه إذا جئت إلى الأحناف تدرسهم ترجمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وماذا يقول أهل السنة فيه؟ نعم، إن هذا مهم، لأن أهل الباطل الآن يبث عندهم أن الوهابية لا يحبون كذا، صدق هذا هو. إيه نعم، عندما يدرس المذهب يضبط المذهب، بعد هذا يتحرر. شيخ الإسلام صنع هذا رحمه الله، شيخ بن عثيمين رحمه الله جميعا، مفهوم؟ إيه نعم. أما يدرس خمس شروحات متى ينتقل إن شاء الله كتاب التوحيد؟ يا أخواننا الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله عندما ألف الأصول الثلاثة هل أراد أن ندرس الأصول الثلاثة في سنة؟ طيب أنا أدرس الأصول الثلاثة في سنة وكتاب التوحيد في ست سنين والعقيدة الوسطية في عشر سنين،
طيب متى إن شاء الله أدرس بقية العلم، متى أعلم الناس؟ هل يحب هذا العالم أنه كان عندما أيام الدراسة يدرس بهذه الطريقة؟ لا طبعا. انظر إلى السبب، يعني تنظر الآن مثلا إلى الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، كيف كان يدرس الطلاب؟ يعني يستطيع، أسألكم سؤال، يستطيع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يتكلم مع الطلاب بكلام لا يفهم؟ أعطيك مثال أحسن من هذا. بعض الناس يدخل في درس، استمع الدرس يبهر، يخرج من الدرس قال الله أكبر، ما حدث؟ قال والله علم غزير. طيب ماذا؟ قال والله جاء بقواعد وأصول وأتانا بأشياء، لكن والله ما فهم شيء. هذا عالم؟ والله ليس بعالم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يوصل المعلومة، يراجع، يقوم وكذا، لماذا؟ قل هذا قم، ولماذا نمت؟ لماذا؟ حرص، مفهوم يا أخي؟ إيه نعم. الآن الأمثلة في الكتاب، في كتابي معلومة محسوسة أم لا؟ كل مثال في القرآن فهو معلوم محسوس. ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة بالحيوانات مثلا، هذه الحيوانات يعرفها كفار مكة أم لا؟ يعرف الصحابة؟ نعم. لم يأتيهم بشيء لا يعرفه، صح يا أخي؟ الأسد مثلا والفيل يعرفون هذه الحيوانات، لا لم يأتي أشياء لم يعرفوها. حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن تحبون أن كذب الله ورسوله؟ قد يكون العالم سبب لأنه ينقل لهم كلام، مفهوم؟ أي نعم. فالطالب الآن خلاص يتخذ طريقة واحدة يسير عليها. أنا أعطيك مثال في قراءة القرآن، هذا الأخ يقرأ على شيء، قرأ عليه جزء أو جزئين، ثم انتقل إلى شيخ آخر وراد أن يقرأ عليه، ما يستطيع أن يواصل، صح؟ لأنه هذا يعدل في طريقة، وهذا يقول لا نطق الضاد على صفة كذا، فيأتي هذا وبعدين يذهب للثالث، ما يصل. أنت الآن في الدراسة النظامية، أول أسبوع في الدراسة يكون مشكل عليك، حتى يعني منظر الأستاذ يعني إلى الآن لم يعني تترجم في الذاكرة. بعد شهر شهرين قد يكون الأستاذ سيء مثلي، تعتاد على طريقة الشيخ، تعتاد على طريقة هذا الأستاذ. لو غير هذا الأستاذ أحسن منه تقول ما أريد، أنا أريد هذا السيء، اعتدت عليه وأعرف أسئلته وأعرف كلام، صحيح والله صح. فالسلف كان الواحد منهم يأتي إلى عالم يأخذ العلم منه، ولعلكم أنتم لمستم هذا الآن. يعني هذا يقول مثلا الشيخ درسنا كذا وأنت الآن كذا، هذا يخلق على الطالب أعرف هذا ماذا، لكن ماذا أصنع؟ ما بلادي حيلة. نعم. طيب هذا ليس معنى هذا أننا يعني هذا نسميه تقليد والتعصب، لا، هذه طريقة في الدراسة، تدرس على العالم تأخذ ما لديه منه ثم تنتقل الآخر، ثم بهذه الطريقة تضبط العلم. أما هنا وهنا 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 ما يضبط العلم. حتى في الحفظ الآن ذكرنا لكم ما يستطيع يحفظ في وقت واحد القرآن والبلوغ وكتاب التوحيد، ما يمكن. مسألة نفس الموضوع بالنسبة للعلوم، نقرأ علم حتى نهايته. أي نعم. يعني مثلا نعم. التوحيد ما نعم. ما نأخذ غيره إلا أن نعم تبدأ بالتوحيد لن تتم وتن التوحيد، سهلة جدا، أصول ثلاثة، قواعد أربعة، كتاب التوحيد وسطي، هذه المتون المهم، أهم متون في التوحيد، تأخذ المهم تنتهي منها تنتقل. أنا أعطيك مثال، هذا الأخ وهو يحفظ في كتاب الله، وهو يحفظ في كل يوم، تجده وهو نائم في الليل والله يراجع، صح؟ أنت أيام الاختبارات وأنت نائم في الليل تراجع، توزع عليك أوراق الأسئلة، تحل الأسئلة وأنت نائم، صح؟ شغلك الشاغل هذا، فهمت؟ إيه؟ فلو كان هذا شغل الشاغل خلاص، لو كنا طالب العلم لابد أن يكون
على ما يكون عليه الطالب أيام الاختبارات. يعني دائم أيام اختبارات ما تنام وتراجع وتحفظ وأنت نائم تراجع، صح؟ أي نعم، لو كان الطالب على هذا، هذا هو الطالب، أما غيره هذا لا ما هو. لا ما هو. وأيام نعم. شيخ هناك البدوي هو الرفاعي عبد القادر الجيلاني وابراهيم الدسوقي، هناك ما يسميهم الاقطاب الاربعه او نسبه اليهم طرق. المهم المهم نعم، لماذا سموا بالاقطاب وما هو سرهم كما يقولون؟ والله تفكيرهم بين العلماء وشغلهم. شوف يا ويتبعهم الملايين. شوف الشيطان اراد اقسم بعزه الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى من؟ إلا عبادك من المخلصين، استثنى أهل الإخلاص، سواء جعلنا منهم. فنحن ما علينا سواء يقول هذا ولا يقول كذا، أقطاب يقول لأن الكرة الآن لابد لها من أقطاب أربعة حتى لا تميل. سبحان الله، من يعني له هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف هؤلاء الأقطاب يقول لو سقط قطب مالت الأرض؟ هم يأتون بأشياء لا في كتاب ولا في سنة ولا عن سلف الأمة ويلبسوا على الناس ويقولوا ترى إذا لم تصنع هذا يحصل لك وفلان من الناس. كل الدين عندهم منامات وقصص، صحيح؟ صحيح أم لا؟ كل الدين عندهم منامات وقصص، وإحنا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن القصص والمنامات يستأنس بها والحجة في الكتاب والسنة، وذكرنا لكم أنه لو جاء وقال الإنسان جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال كذا وكذا، نعرض هذه الرؤية على الكتاب والسنة وافقت استأنسنا بها، لم توافق مردودة ولو كانت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صحيح أم لا؟ لأنه معنى هذا على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبقى شيئا مبلغا للأمة. مفهوم يا أخي؟ هل يوجد نص في كتاب السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت بعدي أقطاب ويمسكون الأرض كذا؟ لا. إذا ما الفائدة؟ ما الفائدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لا فائدة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقي هؤلاء الأقطاب وانتهى الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية المحنة، الامتحان، الاختبار. الدعوة ناس محبة محبة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، هذا بشر أم لا؟ معصوم؟ غير معصوم الحمد لله. غير أنت أخذت سؤال، كل واحد له سؤال. من بقي؟ ما بقي عندنا أحد أخذ. نعم آخر شيء. أحسن الله إليك شيخ وإليك. صح، هم اللي يدخلون أقطاب والكتب وهذا الغوص وهذا الأشياء كله من عند الهنود، اعتقاد الهنود الرابطة وكذا، يعلق كله في هذا العقيدات من الهنود يا شيخ. كله يعطونا من هنا وكله فلسفة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول كل شر في الأمة الإسلامية سبب اليهود. تنظر في الرافضة سبب اليهود، تنظر في كذا سبب اليهود. لابد أن ننتبه يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا. هذا معنى إذا تركنا كان الضلال، نسأل الله السلامة عنه. مفهوم يا أخي؟ قصص ومنامات، هذا دين؟ ما يمكن يكون هذا الدين. مفهوم؟ نعم. نكتفي بهذا المقدار.